اخباركم؟ صحيح تكون لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. الفيديو ديال اليوم هو هذه الغليصه ديال صراموجه اللي سبق لي شاكت معكم، فاش كنت غطيت هذا الزليج اللي عندي بلو بابيتا. كان عندي في الفوقاني في الكحل والطرف التحتاني في البيض، فغطيته بالبابيتا سبق لي شاكت معكم. المهم سبق لي شاكت معكم الغلوكين ديال هاد لابارتي هادي كلها، وعلقت هاد جوج ديال الفلور ميغال اللي كانوا جاو صغيرين، كنت غير ديباليس بهم في داك الوقت باش ما يبقاش الحيط خاوي. دابا جا وقت التغيير، خديت جوج ديال لي طابلو، ديتهم من صفحه على الانستغرام سميتها ماسينار، اللي هما المقاسات ديالهم تيتناسبوا مع العرض ديال هذا الحيط اللي غادي نعلقهم دابا ان شاء الله. وغنشارك معكم الطريقه كيفاش تعلقوا لي كادر فوتو اولا لي طابلو اللي عندكم في الدار. تاخذوا بعين الاعتبار العبارات العرض ديال الحيط والعبارات ديال لي طابلو اللي عندكم. غادي نشارك معكم الطريقه الصحيحه كيفاش تعلقوا لي طابلو ديالكم، ومن بعد مباشره غادي ندوز نشارك معكم شي هو من الشهوات اللي ورثتكم عليها. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، مرحبا بكم. اذا اول حاجه غادي ندير هي غادي نحيد هاد لي طابلو هادو اللي علقت في الحيط. بالنسبه لهاد لي طابلو هادو راهم ملصقين غير بالباتافيكس. باتافيكس اللي سبق لي شاركت معكم غادي تلقاوها عندي دروغري، غتلقاوها في المكتبات، هي تتسبورتي حتى 3 كيلو ديال الثقل، ولكن انا ما تنتقش فيها تنعلق فيها غير طابلويات اللي هما خفافين اولا اللي ما غاديش يتهرسوا. اللي زوين في هذا الباتافيكس هو انه تتحيد بسهوله، اما الا لصقتوها فوق البابي بان فردوا بالكم ما تنطروهاش باش ما يتقطعش لكم البابي بان، لان اصلا هي دايره بحال المسكه. يسوفي انكم تحيدوها غير بشويه وتبداو تلصقوها في داك لي بارتي اللي كانوا بقاو لاصقين بشويه بشويه، فحال كتجمعوا المسكه المسكه يعني اللي تاكلوها تتجمعوا بها داك البقايا. فكيف كتشوفوا ما بقى حتى شي طراس في الحيط، يعني تحيد كل شيء حتى حاجه ما بقات تتبان. الطابلو ديالي غنحتاج شنيول سنتيم والقلم باش نتراسي العبارات ديالي. الطريقه باش نلصقوا لي طابلو طريقه صحيحه كيف تشاهدوا هي سهله. اول حاجه تنعبروا العرض ديال الحيط، ثاني حاجه تنعبروا العرض ديال الطابلويات، وداك الساعه تنقسموا العرض ديال الطابلو على جوج كيف ما تنقسموا العرض ديال الحيط على جوج. من بعد تنحطوا لي طابلو قدام عينينا ونتخيلوهم فين بغيناهم بالضبط، يعني كاعلو مناسب لينا، اما نجيبوهم في مستوى واحد اولا نجيبوهم في مستوى انكلينا يعني متفاوت مع بعضياته. من بعد كنطراسيو بقلم الرصاص فين غادي نقدروا نثقبوا بالضبط. هذا من جهه، من جهه واحده اخرى كاينه طريقه واحده اخرى اللي هي من بعد ما تنعبروا العرض ديال الحيط وتنقسموه على جوج تنعبروا كذلك الطابلويات وتنحطوا البلاصه ديالهم، فتنطراسيو البلاصه ديال اولا العبار ديال الطابلو بالسكوتش، نلصقوا السكوتش في الحيط بحيلة نديرو كما لو انه معلقين طابلو. من بعد تنكحزوا شي شويه اللور عن بعد ونشوفوا هكذا من بعيد كيفاش غادي يجينا هاد الطابلو هذا. عاد ديك الساعه تندوزو للمرحله الثانيه اللي هي الحفير. بالنسبه للحفير ديال الحيط ساهل، بامكان اي مراه كيف ما بغات تكون انها تحفر الحيط، الامر ساهل، فقط يكون عندها شنيول اللي هو سيكوريزي، ما يكونش فيه ان سيركوي، ما يكونش عندها سيركوي في الضو، ما يكونش هذاك شنيول اللي هو كاليتي عيانه، وتثقب به الحيط بسهوله. من بعد ملي كنثقبوا ديك الساعه كنديروا ميش وكندخلوا فيها مسمار فقط، يعني خاص غير تكون تحفر الحيط مزيان باش هكذا يسيبورتي لنا الثقل، خاصه الا كان الطابلو ثقيل.
هذه هي النتيجة النهائية من بعد ما علقت لي الطابلو، جاو في الوسط تماما في العلو اللي بغيت وفي الوسط ديال الحيط. فقط انكم خاصكم غير ضبطوا العبارات مزيان باش تعرفوا فين غادي تحفروا تماما باش يجيكم العبار هو هذاك. دابا غادي ندوز ان شاء الله نشارك معكم شهيوة من الشهيوات اللي كنشاركها معكم كل مرة، هاد المرة مع شهيوة سورية بطريقة تركية. بالكنافة اول حاجة تنحتاجو القطايف او لدك الشعرية الرقيقة اللي تلقاوها في المحلات التجارية او بالضبط تلقاوها عند مولي الهري اللي تيبيعو داكشي ديال الحلوة ديال الباتيسري، الحلوة ديال العراسات، الحلوة ديال مولي اللي غيستوغون، هادوك اللي غادي تلقاوها عندهم هي كتكون كونجلي. بالنسبة لطريقة تقطع ديالها كلي كيستعمل 1-2-3 تقطعها فيها او لشي روبو. انا شخصيا ما صدقاتش معايا هاد القضية، انا جربتها قدامكم ما قطعتهاش ليا مزيان، فاضطريت انني نقطعها بيدي بالمقص وتكون رقيقة. من بعد ما قطعت القطايف رقاق او الشعريه رقيقه رقيقه بزاف، دابا غنرويها بالزبده دايبه. بالنسبه للقياس ديال الزبده شحال تقريبا واحد الكاس كبير يكون دايب، وداك الساعات عينكم ميزانكم. المهم هو انه تنديروا لها فحال اللي تنديروا في الصفه تماما، يعني تتكون شويه راويه بالزبده باش هذيك الزبده هي اللي تتخليها تحمر مزيان في الفران. من بعد غنجيب الطاوة اللي غندخل في الفران واللي سبق لي دهنتها بالزبدة مزيان، غندير الطبقة الاولى وندخلها تحمر الفران. من بعد غادي ندوز باش نصوب الكريمة اللي غنديرها في الداخل ديالها. بالنسبة للكريمة كنضيف عليها الفروماج، اما فروماج موتزاريلا النوع الممتاز او الجبنة المطبوخة حتى هي كنحكوها كتجي مزيانة. بالنسبة للكريم شنو غادي ندير؟ نص سيترو ديال الحليب، جوج معالق ديال المايزينا، معلقة ديال الماء زهر. بالنسبة للسكر بامكانكم ديروا جوج معالق ثلاثة معالق على حسب الذوق ديالكم، انا ما كنديرش السكر لانه اصلا القطر تيكون حلو فما كنبغيش نكثر الحلاوة بزاف. اذا تنحطوا هادشي كله على نار مهيلة وتنبقاو نحركوا، يعني ما تنحبسوش من التحراك نهائيا حتى تيختر لينا الخليط مزيان وتيولي على شكل كريمة ثقيلة. بعد ما خرجت الطاوة ديالي من الفران صبيت فوق منها الكريمة ودرت من الفوق الفروماج، دابا غندير الطبقة الثانية من القطايف او شعريات الكنافة وغنعاود ندخلها الفران باش تحمر مزيان. واحد الملاحظة بالنسبة للطبقة الاولى والطبقة الثانية ديال شعريات الكنافة خاصها تكون رقيقة، انا درتها سميكة لانه كتعجبني تكون سميكة، فبامكانكم انكم ديروها رقيقة باش كتجي زوينة. وحتى بالنسبة للفروماج كيجي كيتجبد، فانا هنا منين تنديرها طبقة سميكة ما تيجيش تيتجبد. بالنسبة للقطر هو سهل جدا، فقط خاص نراقبوه ونوقفو عليه باش يختر لنا مزيان في الطياب ديالو. اذا بالنسبة للمقادير عندنا تقريبا كاس ديال السكر في جوج كيسان ديال الماء، اذا الماء هو اللي كيدوب لينا داك السكر منين تنخويو فوق منه تنحركو واحد شي شويه وعاد تنديروه يغلي فوق البوطه. اذا قبل من هادشي هذا كله تنزيدو عليه واحد 3 المعالق ديال الماء زهر، لان الماء زهر هو اللي تينسمو، تنخليو هادشي كله يغلى على نار مهيله. من بعد منين تيولي خاطر بحال السيرو ثقيل عاد داك الساعات تنحيدوه من على النار. بالنسبه للكنافه منين تنخرجوها من الفران خاصها تكون سخونة باش نسقيوها بالقطر اللي كيكون برد لينا شي شوية، او العكس كيكون القطر سخون وكتكون الكنافة بردات شي شوية. كما انه بامكانكم تزيدوا اكثر من هذا القياس ديال السكر والماء باش تروي لكم مزيان الكنافة ديالكم.
بعد ما خرجت الكنافة من الفران كيف كتشوفوا جات محمرة من جميع الجوانب، سقيتها ومن بعد زوقتها بالفستق او البيستاش، بامكانكم تزوقوها باي حاجة هي متوفرة عندكم. رافقتها الوجبة ديال العشاء اللي صوبتها خفيفة كتقديم مقبلات حلوة. بالنسبة للوجبة ديال العشاء شنو درت فيها؟ درت فيها سلطة خفيفة فيها الكينوا، فيها القرقاع، مطيشة، الخيار والبروكولي وحتى البلي اللي هو زرع حتى هو. بالنسبة للطبق الرئيسي درت الكالامار معمر زرع او البلي مع الكروفيت مع الجلبانة، ودرت لاصوص طومات مع الزيتون زوقت به في الاخير. بالنسبة للي فخوي دونك شديت بطيخة وفرغتها من الداخل، قطعت الداخل ديالها وخلطته مع بعض الفواكه. اما بالنسبة للبطاطا فانا ما تنقليهاش، قلي فين تنقليها، غالبا ما تنديرها في الفران على شكل بوتيتوز. هكذا قدمت وجبة ديال العشاء مع الكنافة اللي هي كتقديم مقبلات حلوة. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، كنتمنى ان تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا ونكون عطيتكم بعض الافكار اللي تستافدوا منها. نتلاقى في فيديو واحد اخر ان شاء الله مع افكار واحده اخرى. الى اللقاء.